اللي اشتغلت البنت والعيال أكلنا، ما اشتغلت قاعدين. أنا يحيى عبد الرزاق رحمون من ريف حماة الشمالي. تهجرنا من كفر مبودة بال 2013 وإجينا على مخيم عائدون. عملت حادث وعلى أثر الحادث بسرت إجري بال 2011. أم العيال توفت بمرض السكري وانعمت وتوفت. وبعدها اتجوزنا وصارنا عندنا بنت حلال وإجينا قاعدين أنا وياها وهالولد وعنده بنت أرملي. وضع ابني من ولد مع شلل طرفه الايسر، قالوا معاه ضمور بالدماغ الدكاتره او قاعدين. والله بعث لي ابن حلال جاب لي فريسه عم بترزق الله من وراها. ويوم بنشتغل ويوم قاعدين. اللي اشتغلت البنت والعيال اكلنا، ما اشتغلت قاعدين. يوم اللي بروحنا على الشغل ويل الدكان مشان يترزق الله بتالي هالفروجات، وويل اجي على الولد. وعندنا هالدكان يتالي هالدكان بنجيب فاتوره فروج بتضل عندنا اسبوع لحتى تنفق. الله وكيلك. يوم بنبيع لنا فاقدين ثلاثة، يوم نقعد يوم هيك عم نترزق الله من وراها. وأنا بتمنى من أهل الخير ينظروا لحالتي ولحالة ابني. ما عناش وقاعدين بشوادر حطب ما في. الله وكيلك. ليك الزرود بحط زرود بالصوبة بشعله، ينظروا لحالتنا يأمنونا شي شغلي شيء وظيفي لبنتي. بنتي أرملي معاها معهد مخلصة دراسي ومعاها معهد. الله وكيلك، ما حدا عم يطلع علينا.